ده فندم هو بيعمل عمالة غير منتظمة وفعلا يستحق، بس عملنا له مرة كشف طبي فما جابش النسبة، فاحنا دلوقتي حولناه على برنامج تكافل وكرامة وعملنا له استمارة تكافل وكرامة. كام؟ استجارة التكافل وكرامة هياخد 350 إن شاء الله يا فندم، وصرفت له 300 جنيه من مؤسسة التكافل. يعني زينو عام عندك كم عينة؟ موجودين هنا في حد شغال منهم؟ لا ده لسه زينو عام وقاعدين. ده ما صرفش ما طلبش عليه ده التكافل ده ما انا عملت له تكافل يعني. لا ده مش محمد نجاح، مصطفى الترابي. يعني هياخد كام كده؟ هياخد 350 جنيه واحنا عملنا له مساعده 300 دلوقتي، وهندي له ده مؤقته للدكتور مؤقته، وهدي له كرتونه رمضانيه كل سنه وحضرتك طيب ولحمه ان شاء الله. ماشي واسمه ايه؟ مصطفى؟ مصطفى حسين ستوت. عارف المديريه بتاعتنا؟ روح المكتبي هناك يعمل لك كده. اخترنا الكهرباء يفصل عنه الكهرباء. مفيش حاجه فصلوا ولا فصلوا؟ مفيش يا فندم. لا احنا اخترناهم بس لسه لا تروح تفصله بكره. حاضر ده انا عملته قرار. حاضر. لكن احنا نفذنا مية تفصل مية فين المية؟ يا فندم. روح تفصل مية. حاضر. روح يا فندم نروح نجيب